باقر العلوم. تحت هذا العنوان تداعى عشرات الفنانين الموالين الذين سخروا مواهبهم وطاقاتهم لخدمة أهل البيت عليهم السلام إلى معرض ولائي حول خامس أئمة الهدى، باقر علوم الأولين والآخرين، جامع نسل الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، وأول علوي يولد من علويين أبي جعفر الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام. هذا المعرض دعا إليه المركز الولائي مع قناة الإمام المهدي عليه السلام الفضائية، حيث أضاء الفنانون المشاركون فيه من خلال لوحاتهم ومجسماتهم على سيرة الإمام العظيم وعلمه وصبره وعفوه وشهوده الفاجعة الكبرى في كربلاء ومواجهته للانحراف الفكري والأخلاقي وصولاً إلى يوم شهادته. أرواحنا فداه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا بالمشاركة في هذا المعرض، بالحضور لرؤية هذه الجهود المباركة. أنا فوجئت فعلا بالطاقات وجمال اللوحات والفن الرائع في إحياء أهل البيت عليهم السلام. كم هو جميل أن يوجه الفن باتجاه بناء في بناء الإنسان في إحياء أهل البيت عليهم السلام، ومع الأسف الفن ما له قيمة كبيرة في مجتمعاتنا، وهذا من أوجه القصور الكبيرة. من أهم الأمور التربوية إحياء الحس الفني والجمالي عند الأطفال والشباب وحتى الكبار. أول شيء أحب أشكر القائمين على هذا المعرض، المعرض باسم الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، باقر علوم الأولين والآخرين الذي شق العلم وأظهره للناس. هذا الإمام الذي كان مع أبيه الإمام السجاد في طفولته في قضية موقعة كربلاء إلى نهاية حياته في المدينة المنورة، والحادثة المشهورة التي سلم عليها الصحابي الذي أطال الله في عمره جابر بن عبد الله الأنصاري. أرسل له سلاما خاصا مع جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه. أما حول السؤال، لماذا سلم الرسول صلى الله عليه وآله على الإمام الباقر عليه السلام خلال الأزمان عن طريق جابر وكان يبشر بولادته؟ فالجواب هو أنه الإمام الذي جمع بين نسب الإمام الحسن عن طريق الأم ونسب الإمام الحسين عن طريق الأب. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. معرض الفن الولائي لهذه السنة يحاكي قصص ومناقب الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، حيث سمي بباقر علوم أهل البيت لما رواه رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، يأتي ولد من أولادي اسمه اسمي يبقر العلم بقرة. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الأعمال الصالحة كثيرة ومتنوعة ومتعددة، فيها الكثير من الفائدة. ولعلنا في هذا المعرض أو في هذا المركز الذي هو من أنفع الأعمال الصالحة الذي يحمل الخير للجميع والبشرى، فتتجسد فيها الأمور المعنوية الظاهرية إلى أمور حقيقية على أرض الواقع حتى يستفيد منها الجميع. وتجدر الإشارة أن الرواة نقلوا عن الإمام الباقر عليه السلام ما يقارب 100,000 حديث في شتى مجالات الفقه والعقائد والأخلاق، وفاق عدد تلامذته 400، وهو الداعي إلى العلم والمشجع على طلبه، حيث قال: عالم ينتفع بعلمه خير من 1,000 عابد. وهذا ما نراه جلياً في هذا المعرض المبارك. صور معبرة جداً، وهذه الأمور جيدة أن تستخدم كمعارض. استخدام الفن بالشيء الحلال يجوز، جائز شرعاً، توصل الرسالة سريعة، الرسالة تكون في عملية الاستخدام الفن. يظهر من خلال المعرض تركيز الفنانين على أشهر ألقاب خامس الأئمة وهو الباقر، وقد لقبه بذلك جده المصطفى صلى الله عليه وآله قبل ولادته. هذه اللوحة عبارة عن لوحة خطية وتشكيلية تعبر عن اسم الإمام الباقر صلوات الله عليه، وتعبر أيضا عن فروع العلم التي أثرى فيها الإمام الباقر عليه السلام العالم الإنساني، من ابتداء من فترة التدوين، تدوين الروايات والحلقات الدرس التي كان يحيط به ثلة من أصحابه وثلة من المؤمنين. فهذه الرسائل تمثل هذه الفترة. أيضا هنا نشير إلى الميزان، طبعا يمثل العدل. آل محمد هم ميزان العدالة السماوية. هنا في هذا الغصن إشارة إلى الجانب العلمي والعلوم الفيزيائية والكيميائية، وأن أساسها هو العلم الإسلامي، يعني أساسها هو العلم الذي غرسه أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، متمثلا بالحقبة التي كان فيها الإمام الباقر سلام الله عليه
يثري برواياته وأحاديثه في شتى العلوم. هذا القصن يمثل فرع التركيز على العلوم الفقهية وعلى التفقه في الدين. طبعا ركز الإمام الباقر على هذا الأمر. فالحديث يعبر هنا عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. القصن هذا يعبر عن، طبعا هذه أداة الأسترلاب، أداة قديمة فلكية قديمة، وهذا التلسكوب يعبر عن أداة فلكية حديثة. كلا الأداتين وبحسب الزمانين ما بين الماضي والحاضر، العلم الفلك والكلام في علم الفلك من خلال شجرة النبوة، شجرة محمد وآل محمد، هم الذين تكلموا في علوم الفلك وأسسوا قواعدها ووضعوا مناهجها الصحيحة. هنا في هذا المكان نشير إلى الأهلة، الإشارة إلى الأهلة، أن نحن كمسلمين يعني عباداتنا ومواسمنا كلها قائمة على الأهلة، حركة القمر، وبالنسبة لشهر رمضان، بالنسبة للصيام، بالنسبة لمواقيت الصلاة، وكل ذلك الأمر. هذا القصن يعبر عن كربلاء، إلى كربلاء، وهنا الوردة الحمراء تعبر عن إشارة إلى شهادة الإمام الحسين ودماءه الزاكية، وأن الدماء لا زالت تخرج من، في إشارة إلى استمرار القضية الحسينية، وإشارة إلى قارورة أم سلمة رضوان الله عليها. هنا طبعا هني في هذا الجانب حرف الراء نهاية كلمة الباقر، حرف الراء عليها اسم جعفر، إشارة إلى امتداد الإمام الباقر بابنه الإمام جعفر الصادق صلى الله عليه، وأنه يكون امتداد لمسيرة أبيه وأجداده الطاهرين. في كلمة الباقر جزء من مقطع الزيارة الجامعة، السلام على الأدلة على الله، وجزء على وجزء آخر على العبارة السلام على الذين من ولاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله. ونسأل الله أن يتقبل إن شاء الله منا ومن جميع المشاركين، وأن يوفقنا لخدمتهم إن شاء الله في مثل هذه المشاركات. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. شكر خاص لكل قائمين على هذا المعرض الرائع اللي يحمل اسم الإمام الباقر، الإمام اللي نشر علوم أهل البيت بعد أن حاول أعداء أهل البيت في محو اسم أهل البيت. جهود مباركة للأمانة، ويعني الواحد يدخل في هذه الأماكن يشتم فيها عبق الإمامة. للأمانة الإنسان الموالي يعني هو قدر أن يعيش في زمن بعيد عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولم يحظى برؤية جمالهم، وبالتأكيد هذا الأمر يحز في النفس ويجعل الإنسان مشتاقا ويتخيل ويريد أن يصنع له خيالات لكي يعني يكون هناك حلقة وصل بينه وبين الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هذا اليوم الجمال المقدم لنا من قبل هؤلاء الفنانين ومن قبل هؤلاء الصراحة الموفقين، وأنا أدعو لهم وأتوقع بأن، مو أتوقع، أجزم بأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يسعد ويفرح بهذه الأعمال. حضور الإمام عليه السلام في واقعة الطف وما تلاها. أربع سنين كان عمر الإمام الباقر عليه السلام عندما شهد واقعة الطف مع أبيه السجاد
وجده الحسين عليهما السلام، وهو القائل: لا زلت أذكر قتل جدي الحسين ولي 4 سنين، كيف ينسى ذلك اليوم الفجيع؟ كيف ينسى عمه الساقي وآلام الرضيع؟ كيف ينسى جده إذ فاض نحر النجيع؟ كيف ينسى حينما بالنار أحرقت الخيام؟ كيف ينسى ضرب أيتام على أيدي اللئام؟ كيف ينسى أرض كرب وبلاء؟ كيف ينسى زينبا تسبى وتصحبها النساء؟ كما كان عليه السلام شاهدا على شهادة عمته السيدة رقية عليها السلام في الشام، وقد تجسد ذلك في لوحات المعرض كذلك. مشارك في هذه اللوحة هذه السنة في المعرض، أنا عادة أشارك باسم صاحب المعرض، أنا قررت السنة هذه أشارك برواية أو حديث أو أحد أقوال الإمام سلام الله عليه، فاخترت هذا الحديث: الإيمان حب وبغض. شنو اللي عجبني فيه؟ ليش اخترت هذا النص؟ لأن أساساً في وايد ناس يقولون مثلا الإنسان لازم يحب الكل، لازم يمشي ويحب الإنسان مثلا المؤمن ما يكره، فهذا الحديث أو هذه الرواية رد عليهم أن الإنسان مثل ما يحب هم يكره، بس لازم يعرف شلون ومنه يكره، وهذه الرواية أتوقع هي أكبر دليل أو رد على اللي يقولون هذا الكلام. اخترت في هذه اللوحة خط النسخ بأسلوبي وخط الديواني أيضا بأسلوبي. يعطيكم العافية. لوحتي تحكي عن بأن الأمير في ذاك الزمان طلب من الإمام رمي السهم بنية إحراجه، فأخذ الإمام النبلة ورمي 9 أسهم وكل سهم شق السهم الآخر. لساني بس على حروفك تعود، محمد من اسم جدك محمد، يا باقر كل العلوم حروفك تجلي الهموم، يا خامس إمام يا خامس إمام. معرض باقر العلوم للسنة السادسة على التوالي. المعرض في هالسنة يتكلم عن إمام الباقر، أغلب اللوحات عن حياة إمام الباقر. معرض جميل. الانحراف الفكري والأخلاقي. واجه الإمام الباقر عليه السلام الانحراف الفكري والأخلاقي بشتى الوسائل، بالعلم والموعظة الحسنة، وشكل ثورة علمية حسب ظروف المرحلة التي تعرض فيها الإمام الباقر عليه السلام لأشد أنواع الظلم على أيدي الأمويين، حيث كان أول إمام يسجن قد عاصر 5 حكام من بني أمية. Thank you.
طبعا احنا نوجه شكر الى إدارة الفن الولائي على راسهم ابو حسين وام حسين يعني، وعلى هذا الانجاز المتواصل اللي ما انقطع ان شاء الله، ان شاء الله ما ينقطع. حلم الإمام وعفوه. عرف عن الإمام الباقر عليه السلام الحلم والعفو، ولعل أشهر تلك الحوادث عندما أسقطت جارية له أحد أولاده في البئر فمات الولد ولم يعاقبها الإمام عليه السلام. أوليس هو ابن زين العابدين الذي شجت رأسه جارية له بإناء عن طريق الخطأ فأعتقها؟ فقل لي وأرحني. وما هو؟ الإمامة. الإمامة لمن أوصى بها؟ ما طلبت إلا اليسير. اسمع، كنت عنده حقا في تلك الساعة، فإذا به يشير إلى ولده محمد الباقر ويقول إنه وصي ووارثي وعيبة علم معدن الحلم وباقر العلم. فسألته ما معنى باقر العلم؟ فقال سوف يختلف إليه خلاص شيعتي، يبقر العلم عليهم بقرا. دينار كامل؟ الصدقة يوم الجمعة تضاعف. انظروا إلى امرأة الكبير، كم أكرهكم أوقف دينكم أيها المسلمون. أنت بق؟ لا، أنا باقر. أنت ابن الطباخة؟ ابتعد، ذاك حفتها. أنت ابن السوداء الجندية البذيئة؟ أيها الوقح. هيا أنني، ماذا سوف تجيب؟ هيا أنمي قوتك. إن كنت صدقت غفر الله لها، وإن كنت كذبت غفر الله لك. لم أرى في حياتي مثل هذا، مثل هذا الغلط العظيم. أو بعد كل ما قلت لك وتلفظت يكون هذا جوابك، وأنت بين عرفة قومك تقدر تقتص مني؟ اشهدوا علي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله، وأشهد أنك يا محمد الباقر ابن الطاهرة النقية حجة الله. Thank you.
متبعه وصاحبه. والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة وبر الوالدين. رسمتي تتكلم عن الحاكم الظالم أمر اللي هو الحجاج، أمر إنه يرمون الكعبة بالمنجنيق بزمن إمام الباقر. السلام عليكم، معكم أحمد شاكر. هذه الرسمة أنا راسمها، العنوان الإمامة بين الأب والابن. صراحة شيء يثلج الصدر، وشيء صراحة يعني حتى الشباب اللي وياي استانستوا. شباب طبعا شباب اللي وياي بعضهم عنده يعني هواية الرسم، فاحنا يبنى الشباب عشان يطالعون هذه الأعمال الفنية اللي عارضينها في هذا المعرض. شفنا شغلات صراحة يعني ولوحات وصور جدا جميلة، هذه اندل فإنما يدل هذا الأمر على ذوق الأخوان القائمين على هذا المعرض، وعلى صراحة يعني حبهم لهذا الفن اللي مبين فيه أيضا الآثار الحسينية والصور الحسينية اللي قاعد نشوفها في هذا المعرض. زرت المعرض وتعلمت عن حياة الإمام الباقر، واستفدت وايد من المعرض، وتعلمت عن صبره وقيمه واخلاقه وصفاته، واستانست بالمعرض. الصراحه كان المعرض جميل حيل، ومشكورين ويعطيكم العافيه. انا استمتعت بكل هاللوحات، بالذات هذه اللوحه تعبر عن امام الباقر. في واحد مسيحي راح عند امام الباقر وقال له يا بقر، امام الباقر قال انا اسمي باقر. بعدين المسيحي قال له يا امي الطباخه، قال انا امي هي طباخه مهنتها الطبخ. فالمسيح استغرب، بعدين إمام الباقر قال إذا أنت جوعان، إذا أنت تعبان، تعال تفضل بيتنا. فالمسيح استغرب وأسلم. طبعا اليوم زرت المعرض واستانست وايد، وشفت رسمات حلوة، رسمت هاللوحة أسمتي إمام الباقر وأبوي إمام السجاد رجعوا من رحلتهم من السبي. طبعا في هذا المعرض الجميل للإمام الباقر عليه السلام، أنا حاولت أعبر شلون الإمام الباقر عليه السلام هو أكثر إمام نشر علوم ومعارف أهل البيت وأثر بالكثيرين. وهذا الشخص اللي تشوفونه باللوحة هو من الأشخاص اللي الإمام عليه السلام أثر فيهم، هو قاعد يدوس على نجمة الظلم والجور والكفر، ويرفع راية الحق ويساعد الإمام عليه السلام.
جهود مباركة مشكورة ومأجورة على أيادي صاحبة العطاء والسخاء التي بذلت أوقاتها وجهودها وأفكارها وأموالها كذلك في خدمة الدين وخدمة سيد المرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين، فلهم جزيل الشكر وعظيم الامتنان. وكذلك نستذكر بهذه الليلة المباركة ليلة الجمعة وهذا الافتتاح البهيج والحضور والجمهور ما شاء الله الغفير. نشكر الجمهور كما نشكر الفنانين والفنانات، وما شاء الله يعني ميزة المعرض متنوع طبعا بالأعمار، يبدأ من 4 سنوات كما يحضرني عباس حسين البادر وقد يكون أصغر فنان رسام مشارك، والمواهب ما شاء الله متعددة بين الخط بين الرسم بين الخزف واللوحات القماشية كلها طبعا معبرة عن الإمام الباقر وعلومه وحياته من ولادته لشهادته. فجزاكم الله خير، ولا إن شاء الله المجال متاح للجميع، ونتأمل إن شاء الله في السنوات القادمة سواء بهذا المعرض بهذا المركز مركز الفن الولائي أو المراكز الأخرى أن يعني يصير توجه ويصير إن شاء الله إقبال أكثر. والحمد لله رب العالمين يعني أثلج صدورنا صراحة اليوم كعمل وكحضور الجمهور. ولا ننسى أخواننا وحبتنا وأخواننا لنا أعزاء كانوا يشاركونا ورحلوا إلى رب السماء عند رب السماء ورحمته، الأخ العزيز الحبيب رحمة الله عليه الحاج مو يوسف محمد القلاف، والنسيب الحبيب العزيز الحاج عادل البغلي أبو أحمد رحمة الله عليهم، ويحفظ إن شاء الله الباغين ويدفي أعمارهم، ونشوفهم في السنوات القادمة إن شاء الله في أعمال أكثر إن شاء الله إتقان وإن شاء الله عطاء إن شاء الله أكبر. والحمد لله رب العالمين كما أسلفنا، وقال الشكر كذلك موصول للإخوان الغائمين في طاقم التصوير في قناة المهدي جميعا بدون ذكر أسماء أو استثناء أساس لا ننسى أحد. فشكر جزيل للجميع إن شاء الله، والله يعطيكم العافية، وعيدنا وياكم إن شاء الله في عمر مديد وعمل إن شاء الله متقن ومزيد إن شاء الله، وكل عام بخير وصحة وسلامة وموفقين إن شاء الله. أبو علي تبي الملك إن شاء الله من استمرار لأعلى ولأعلى وموفقين إن شاء الله، ويعطيكم العافية. سنترك الله والديك. يلا عبود يلا قول ختاموها. يعطيكم العافية ومشكورين. يعطيكم العافية ومشكورين. نلقاكم إن شاء الله في المعارض القادمة إن شاء الله بصحة وأمن وأمان إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يا مولانا يا أبا جعفر، أعذر تقصيرنا واعف عن إهمالنا في سبيل إحياء أمركم. وما هذه الفعالية والتجمع الفني إلا هدية لقلبك الشريف، فتقبل هديتنا ووفقنا لخدمتك وخدمة آبائك الطاهرين.